مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتقييم أداء كتلة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل كانت محور اللقاء الذي جمع الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بأعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني من قيادات وكوادر المؤتمر وأحزاب التحالف الذين قدموا أيضا إلى منزل الزعيم علي عبد الله صالح للاطمئنان إلى صحته بعد إجرائه عمليتين جراحيتين ناجحتين الأسبوع الماضي. تأتي زيارة أعضاء مؤتمر الحوار وعضوات مؤتمر الحوار والمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف إلى فخامة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام للاطمئنان على صحته أولا بعد الأخبار الذي قلته بعد العملية الناجحة التي أجراها في أذنه في الأسبوع الماضي، وأيضا للمباركة تمام للمباركة له على نتائج أعمال الحوار الوطني. هذه زيارة مفترضة وعلينا أن نزوره في عدة مناسبات، مش إلا بالمناسبة هذه أو مناسبة أخرى. بأي وقت تدعون الزعيم نحن موجودين وسوف نكون بجانبه ولن نتخلى عنه. المؤتمريون وحلفاؤهم شددوا على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حرفيا بما يحفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن، مشيدين بنجاح مؤتمر الحوار شارحين المراحل التي مر بها منذ انطلاقه حتى إعلان مخرجاته. هذا المخرجات هي ثمرة لما بدأه بدءا من بداية الحوار من قبل الأزمة وحتى انتهاء بتوقيع المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية، وكل ما تم هو كان ثمرة لجهوده وتخطيطه والتفاف بقية القوى والمناصرين في الساحة اليمنية. زيارتنا كانت هي لزيارة الأخ الرئيس مناسبة نجاح العملية من ناحية، ومن ناحية أخرى تهنئته بمناسبة نجاح مؤتمر الحوار الوطني لأنه هو من وضع اللبنات الأساسية للحوار الوطني منذ وقت مبكر. المؤتمريون وأعضاء التحالف الوطني عبروا عن شكرهم وتقديرهم للزعيم علي عبد الله صالح ودوره الداعم للحوار الوطني منذ انطلاقته، وكذلك لدوره في إخراج اليمن من حرب أهلية وشيكة بتسليمه السلطة تسلميا عبر انتخابات حرة ومباشرة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. الأحاديث الودية أخذت أيضا نصيبا وافرا في هذا اللقاء، حيث عبر الحاضرون عن سعادتهم بنجاح العمليتين الجراحيتين اللتين أجريتا للزعيم مؤخرا في المستشفى السعودي الألماني من آثار الحادث الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف اغتيال وطن في أول جمعة من شهر رجب الحرام والذي أودى بحياة وإصابة العشرات. أعضاء مؤتمر الحوار قدموا أيضا هدايا وورود للزعيم علي عبد الله صالح بمناسبة شفائه من هاتين العمليتين، داعين الله له بالعمر المديد والصحة والعافية. مشهد من مشاهد المحبة والوفاء والعرفان جسدها أعضاء الحوار الوطني عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني للزعيم علي عبد الله صالح. أما الزعيم فلسان حاله بعد إجراء عمليته: هم يحصدوني على موتي فوا أسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم، صنعاء. ساد الهدوء الحق.